معكم مع مقدمة هذا الشوط، وفيكم بالنتائج أول بأول وراء الآن اللي على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات الفائزة للسيد أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي، وفي المركز الثاني روعة، في المركز الثاني للسيد مسلم بن سالم بن زعيتر العامري، وفي المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي واسمها كبرياء. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع من الجانب الثاني زعفرانة للسيد سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وفي المركز نشوف المركز الخامس، ناخذ اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات جماهير للسيد خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة الاجتبي، وفي المركز السادس سرابة للسيد عبد الله بن حمود بن سرحان النيادي، وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات اللي في المركز الثامن مياسة للسيد مبارك بن يمع بن مطر بن مايد الخيلي، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني شعار الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي، وفي المركز العاشر الجزيرة في المركز العاشر للسيد علي بن خلفان بن رمضان المنصوري. هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، ولا زالت الفائزة فائزة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي مسيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي. وفي المركز الثاني جماهير جماهيرك ومحبينك يا الرفيسة يا أهل الذيد يتابعون جماهير وهي في هذا الأداء المتميز. يا السلام يا جماهير غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط، عندما قلنا أهل الذيد يتابعون جماهير ذات نفسها تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة الاجتبي مع جماهير على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني روعة للسيد مسلم بن سالم بن زعيتر العامري، وفي المركز الثالث سلسبيل للسيد مظفر بن محمد بن حسن أبو الثيمة العامري، وفي المركز الرابع مشغلة للسيد سعيد بن مطار بن محمد الرميثي، وفي المركز الخامس مياسة للسيد مبارك بن يمع بن مطار بن مايد الخيلي، وفي المركز السات مياسة للسيد مهنة بن سالم بن مهنة المحرمي، وفي المركز السابع عرى الآن في المركز السابع للسيد هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي، وفي المركز العاشر كبرياء للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة ونرجع إلى جماهير وهي على مقدمة هذا الشوط، لا زالت مسيطرة سيطرة فعالة حتى هذه اللحظات للسيد خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة. يا سلام يا أبو علي بدينا نتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة جماهير على مقدمة هذا الشوط، والعصا لا زالت قوس والعصا في الأبطان واندفاع ذاتي وعرض تلقائي في هذا الصباح من يوم الجمعة المبارك. يا سلام يا جماهير ولج جماهير ولج محبين يتابعون الأداء المتميز من جماهير، لكن قلب الأسد قادم أيضا قدوم قوي على ظهر سلسبيل للسيد مظفر بن محمد بن حسن بالثيمة العامري. يا سلام أيضا قدوم قوي من مياسة للسيد مهنة بن سالم بن مهنة المحرمي، وأيضا هنا مياسة اللي في المركز الرابع للسيد مبارك بن يمع بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام يا مياسة العود مياسة الشكل
تغير مياسة العين إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد مهنا بن سالم بن مهنا المحرمي، تغير إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، أمنت نفسها على المقدمة وهي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، بنقول سلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم يا أهل المسعودي على هذا الأداء المتميز الذي قدمته مياسة للسيد مهنا بن سالم بن مهنا المحرمي المركز الثاني، مياسة للسيد مبارك بن يمعة بن مطر بن مايد الأخيلي المركز الثالث، مشغلة للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي المركز الرابع، المركز الثالث سلسبيل للسيد مظفر بن محمد بن حسان العامري، وفي المركز الرابع المركز الخامس اللي وصلت في المركز الخامس جماهير للسيد خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول مياسة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 6 دقائق 12 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد مهنا بن سالم بن مهنا المحرمي على فوز مياسة بالمركز الأول، والذي وصلت في المركز الثاني مياسة أيضا. ها هي مياسة 6 دقائق 12 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن يمعة بن مطار بن مايد الخيلي، والذي وصلت في المركز الثالث مشغلة 6 دقائق 12 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز الذي قدمنا اللقاية هنا على أرضية ميدان المرموم. تهانينا والناموس. مستمرين مشاهدينا الكرام بحضراتكم، جولة تنتهي وجولة تبدأ بالصراع والمنافسة القوية. أعدادنا في هذا الشوط تتفوق على كل